الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن موقف الرياض والدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم يتغير بشأن أزمة قطر، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جدة إن السعودية تتمسك بموقفها من أزمة قطر حتى تستجيب الدوحة لمطالب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب ومطالب المجتمع الدولي. قال مسؤول إن 5 يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة قتلوا في ضربات لطائرات بدون طيار على قريتين بمحافظة البيضاء اليمنية، وقال مسؤول محلي إن الضربات استهدفت قريتين من المعروف أن تنظيم القاعدة ينشط فيهما، مضيفا أن إجمالي عدد القتلى بسبب الضربات في وسط اليمن بلغ 5. قتلت قوات الأمن المصرية 9 أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة شعبية في محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل بالقاهرة، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء مجموعة من الأفراد الإرهابية داخل شقتين بمحافظة الجيزة تمهيدا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية. رجحت السلطات الألمانية نجاح تنظيم داعش الإرهابي منذ سنوات في وضع اليد على 11,000 جواز سفر سوري قانوني وقابل للاستعمال من قبل مسلحيه وأعضائه الراغبين في السفر، وأن داعش نجح في سرقة آلاف الجوازات البيضاء من مقرات حكومية سورية بعد احتلالها. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها مستعدة لممارسة ضغوط دبلوماسية لإنهاء برنامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران. تأتي تصريحات ميركل بالتزامن مع طلب واشنطن رسميا تصويت مجلس الأمن على تشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ. وصل الإعصار إيرما إلى فلوريدا، وذلك بعد أن ارتفعت شدته إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيس في فلوريدا بحسب ما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. يتحرك الإعصار إيرما صوب الغرب والشمال الغربي، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة. حقق فريق هوفنهايم مفاجأة بإسقاطه العملاق البافاري الضيف بايرن ميونخ بهدفين نظيفين على ملعب رين أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الألماني لكرة القدم. بهذه النتيجة احتل وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن دورتموند المتصدر. شكراً.